انه كيف انا اقدر يكون او اعرف حق نفسي علي، او كيف انا اقدر اعمل حدود لنفسي واعمل خط فاصل ما بين حق نفسي علي وحق الاخرين، لما او كيف انا اقدر اهتم بنفسي واديها حقها. طبعا الحاجات دي ما بتحصل ما بين يعني وقت قصير، لازم انتي بتكوني مريتي بموقف، الموقف ده بيديكي احساس ما حلو، موقف بيكون يعني ما حلو بالنسبة ليكي، اتعلمتي منه حاجة، المرة الجاية انتي لما يحصل ليكي نفس الكيس بتقدري تتعاملي معاه، بتعرفي المشاعر اللي داخلك الما حلوه اللي خدتك في الموقف ده بسبب انه انت ما كان عندك حد في العلاقه وسكتي ومشيتي وتضررتي نفسيا والشخص اللي قدامك ما حس بشي، فهنا لا خلاص خط احمر، انت ليك الحق وليك الصلاحيه انه تحددي هدفك من العلاقه اللي انت فيها، وأضع حدود. تضعي حدود وتكوني صارمه معاها. ده في المرحلة اللي قبلها انه انت بتكوني عارفة احساسك تجاه الموقف شنو، المرحلة الثانية انت بتحددي للشخص انه والله الشيء الفلاني كذا كذا فانا كذا كذا بضايقني أو ما بضايقني بحب. او ما بحب او 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 وعلى صعيد ما بس يعني ما بس يعني في علاقاتك الخاصة، على المهنية كمان، الأسرية كمان، وعلى نفسك كمان، يعني انتي بتعملي حدود على كل المحيط اللي حوالينك.